المئذنة. عشت عمر الحقيقي كله في القاهرة. كل اللي جايين من بره القاهرة وعايشين في مصر ما بيقولوش احنا رايحين القاهرة، بيقولوا احنا رايحين مصر. أنا مش ابن القاهرة، لكن أنا عشت في القاهرة عمر كبير. أنا مولود في منطقة غريبة جدا، تبدو إن هي أسطورية تماما. مولود فيه في آخر نقطة في كفر الشيخ، عبارة عن مطر كامل دائم لمدة 100 يوم تقريبا. جيت وعشت في القاهرة هنا وأنا طالب بعد ما خلصت مرحلة الثانوية العامة. القاهرة أنت حافظها، عارف باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة وباب وباب. إذا جيت أنا أتكلم على باب معين اللي جاي من قرية زي حالتي أنا، كان بالنسبة له دخلة شبرا الخيمة بقى في القاهرة، لكن قلب القاهرة الحقيقي هو وسط البلد. أنا فخور بالقاهرة الخلوية اللي عملها خديوي إسماعيل، بحبها وأتمشى فيها يوم الجمعة الصبح، يوم السبت الصبح، وبالذات في الشتاء، شيء مبهج ومريح للروح. انت قدام مدينة كانت في لحظة من اللحظات، يعني خديوي إسماعيل عشان خاطر يجيب المهندس اللي هو خطط باريس وعشان خاطر يعمل زي اللي ما بيعمل. أنا ببص لها بكثير من الحنين. في حالة حنين شديدة عند الكتاب
لوسط البلد. انا ساكن بعيد عن وسط البلد، لكن حريص ان انا لازم اكون يومين في الاسبوع جاي وسط البلد. العلاقه ما بيننا وبين كل تفصيله، لو مشيت معايا في شارع وسط البلد هتلاقي تقريبا نص البياعين اللي موجودين واصحاب الكشاك عارفيني بالاسم، واللي مش عارفني بالاسم عارفني بالقبعه او بالملامح. لما جيت مكتبة مدبولي كان فيه الحاج محمد مدبولي والشهير كان عنده أخ اسمه أحمد اللي كان عامل فرع المكتبة في لندن، كان دماغه واسعة وعنده خيال مختلف. فاكر لما كنت بتقعد؟ طبعا أنا قريت وتثقفت وتعلمت في الحتة دي. اتعرفت عن طريقهم عن عمهم وحصل بينا دي حالة الألفة، حالة المحبة، وأكرموني لدرجة إن أنا كنت بقعد 8 ساعات في اليوم ساعات في المكتبة، ما كانش عندي حد أروح له، فكنت بقعد في المكتبة دي كان عندي جلد ان انا اقعد جوه المكتبه اقرا كتب واسمع مصطفى اسماعيل. وانا بالنسبه لي مصطفى اسماعيل مش مقرئ ولا بس زي محمد عبد الوهاب ما قال عليه الحمد لله ان الشيخ مصطفى ما طلعش مطرب. مصطفى اسماعيل سارد كبير يعرف تماما معنى القراءه للداعيه، زاويه اخرى للنظر للنص اللي لم تتوفر لاحد. اللي جايين من الريف زيي ما يعرفوش حد، بيحسوا بضغط المدينه وقهرها. جيت هنا لوحدي، كان عندي عم استاذ في القانون المدني قاضي شهير، كان راجل منظم جدا وبينام الساعه 7، وانا العالم بتاعي بيبدا بعد الساعه 7 لانه بيكون نايم. عشان خاطر كده دورت على الونس فين، وهو ده سبب انه رحت القهوه. بدات احس بالالفه واشوف واحد اتكلم معاه، واحد اساله، واحد بدور لك على شقه، واحد بعرفك المطعم، واحد بيقول لك خد بالك البلوفر اللي لابسه ده جو حر وهتعرق وهيحصل لك برد ايه. قعدت في مكاني، قريت مكاني، وبالتالي كتبت مكاني. عشان خاطر كده انا واحد من كتاب المقاهي بدون ميزه في العالم، واحد من كتاب المقاهي القليلين اللي ممكن ينتجوا او يكتبوا روايه كامله جوه المقهى. احد النقاد الكبار يقول انا مستحيل اتخيل ان روايه زي حساب الليني واحد يكتبها داخل المقهى، او روايه زي باب الليل، مع ان باب الليل في الاساس بتدور جوه مقهى. هو ده سبب تعلقي بالمقهى لهذا الشكل، ان لا اكتب حرفا خارج المقهى، حتى بتاع المجله انزل اكتبه في القهوه اللي تحت. يمكن تسالني بتكتب ازاي في الضجيج ده؟ انا اهم حاجه عندي ان ما يكونش فيه غنى، انا ودني بتروح ورا الغنى، ورا الاصوات، ورا الكلام. اعتقد ان الكلام ده حصل في قعده الجمعه اللي موجوده في زهره البستان، لان هي قايمه على شرط غير مكتوب، انها قعده حره، لا علاقه لها بالسياسه، لا علاقة ممكن بالأمور اليومية عابرا، فيها جزء من العفوية المقبولة لكن مش منتجة على مزاج أحد، لأن مش مطلوب منها في الأخير إنها تطلع قماش، وإنت بتعرف وتقول كمان شارك في موضوع مش على بالك كمان وإنت رايح. طبعا كمان الأخوة اللي بيجوا من العرب اللي عايشين بره في كل أنحاء العالم، فبدأنا نشوفهم وهم يشوفونا في مكان واحد محدد. خصوصية المقهى هو عبقرية مكانه، عبقرية وجوده في هذا المكان اللي هو في وسط البلد، اللي هم المصريين يقولك سرة البلد. نعم. فالقاهرة ما كانتش بهذا الاتساع طبعا، بهذه الضخامة، لكن كل المؤسسات الثقافية تقريبا والعاملين فيها كانوا بيبقوا في وسط البلد، سواء مؤسسات صحفية أو دور نشر أو مكتبات عامة. كل ما هو جديد في العمل الثقافي اللي بيغيب عنك بتعرفه من خلال قعدة الجمعة دي انت اللي انت قعدتها معانا دي. ايه اللي انت حسيته انه فرق معاك قبل ما كنت بتحضر ووجودك؟ اولا حسيت، ودي حاجة ذاتية خالص، حسيت ان انا عنصر فاعل في المجتمع الثقافي. يعني انا ما كنتش اعرف الكتاب اللي بطلعه بيروح فين او مين بيقراه او تعليقه عليه ايه او نقده لي او نقده لاسلوبي في الترجمه او اخطائي او كده. الاعجاب كان باعث كبير جدا
ان انا استمر وازداد حماس. دي اول حاجه. ثم بطلع على الاخرين، بدات تشوف ردود افعال لما دارت المثقفين اللي حوالين منك. بالظبط كده. وبعدين ليهم طلبات، ودي اجمل حاجه. يعني يقول لك ما تترجم لنا كذا يا اخي. فيلفت نظرك لشغل انت كنت متصور انه محدش عايزه. يعني دي يمكن تكون بضاعة مش مطلوبة. يعني هو في مقولة لسارتر بتقول ان الكاتب طول عمره بيلف حوالين فكرة واحدة او كلمة واحدة وبيقولها باشكال مختلفة. اللي انا بلاحظه في او اللي شدني حاجتين في شغل بشغلك. اول حاجة انا مهتم جدا بقضية المكان، وده كان شغلي. وحاولت ان انا اتعرف على باليتة الالوان بتاعتك. يعني انت عندك باليتة الوان خاصة بيك من اول احمر خفيف لحد ما بننزل لحمد حمدي، جنازة حمد حمدي. وبلاحظ ان في سخونة متناسبة مع تنامي الاحداث في شغلك. تعبر عنها في المكان او صخبه الشديد، التوتر اللي موجود فيه عند الابطال، الجو نفسه مدعوم بالالوان اللي انت بتستخدمها، اللي اقدر اسميها الالوان الساخنه. أنا كتبت عن القاهرة رواية الأخيرة فقط، جنازة جديدة لعماد حمدي، لدرجة إن في كاتب مغربي لما قرب بالليل قال وحيد الطويلة كتب عن تونس وعن الفلسطينيين، إمتى هيرجع لمصر؟ فألعاب الهوى كتبت عن المنطقة الغريبة اللي أنا اتولدت فيها، وفي أحمر خفيف كتبت عن مكان متخيل كان وراه قصة أسطورية، لكن القاهرة قعدت السنين دي كلها عشان أكتب جنازة جديدة لعماد حمدي. وانا ما بحبش الروايات الطويله، مش عايز اقول ان انا ما بقراهاش، ما بقدرش عليها الا فيما نظر، وما انا شايف انه حتى مركزي يكتب لي روايه 400-700 صفحه وانا هقعد اقراها، لكن الروايه اللي في دي حسيت في اللحظه دي انها كانت ممكن تبقى 700 صفحه. 30 سنه اللي انا عشتهم في القاهره او 35 سنه، فكان عندي كتير اللي كان ممكن اقوله. احترس ايها القارئ، قف مكانك، ثبت قدميك في الارض جيدا، اسحب نفسا عميقا، املا رئتيك عن اخرهما كما يفعل الهنود حين ياخذون انفاسا طويله كي تعمل المناطق النائمه غير المستعمله في رئاتهم. الامر يستحق، انت مقدم على تجربه تستحق المخاطره لن تتكرر في حياتك. قلت لك قف مكانك. المولدين زي انا في بلاد زي كفر الشيخ بتبقى المدن الساحليه اقرب لهم نفسيا. يعني اسكندريه بالنسبه لي، اسكندريه الذاكره، هي واحده من اجمل المدن في الدنيا. لكن هنا النيل الحقيقي اللي مدي للمدينه دي روحها، اللي لو اختفى، لو مش موجود في القاهره تختفي القاهره على طول.
انا موجود في مكان بيعدي النيل قريب منه، لك هناك تقول عليه البحر الكبير، لكن النيل وروح الحياه هو النيل اللي مد القاهره مش رونقها، هو اللي مد القاهره حياتها الحقيقيه. بدون النيل ما كانش هيبقى في دوله اسمها مصر، ده احنا كلنا عايشين على ضفاف النيل بشكل او باخر، ده بالمعنى المادي، لكن بالمعنوي وبالروحي النيل هو اجمل حاجه في مصر. اجمل رحله في مصر هي رحله النيل، سواء كانت مركب صغير ولا بمركب كبير. الشخصيه المصريه بطبعها مهما جرى عليها في الفتره الاخيره كان فيها مساحه من الشهامه، وكان فيها مساحه من تطبيق الحقيقي للاشتراكيه، حاله الونس والناس في ظهر بعضها، واحساس كل واحد انه جواز ابن التاني جواز ابنه، حاله الالفه، الروح المصريه الخفيفه، قدره على التعامل مع تفاصيل الحياه اليوميه باكبر مساحه من سماحه الروح ومن الطبطبه. صحيح في حاجات اختفت من القاهرة، لكنها اختفت أيضا من كل العواصم العربية، ويبدو أن دايما المدينة العاصمة هي الأقصى دائما. المدن اللي فيها عابرين بتبقى قاسية، لدرجة أن احنا عندنا في البلد اللي أنا مولود فيها الناس كلها عارفين بعضها. العالم بيبدأ من عند الحسين، وأنا مش عايز أطلع برا منه، وأن كل شيء بالعالم ممكن يكون موجود فيه بالنسبة لي، كل ما أحتاج كان بيبقى موجود داخل الحسين، سواء بالمادي ولا بالروحي. الناس في الأول وفي الآخر في العالم كله مش هيبقى لها غير ثقافتها اللي في إسلندا ومعها طبق من خان الخليل. الحسين كان هو بالنسبه لي منطقه الحياه، بشر الكتير المختلفين المتنوعين اللي جايين من كل مكان، غير الاثار اللي جوه المملوكيه، غير فكره وجود الحسين نفسه. فاكر المولد والقعدات واصحابنا الادباء والفنانين والشعراء طبعا التاريخ ده والوقت ده كان من اجمل الاوقات اللي احنا بنقضيها مع بعض، وطبعا انت عاشق اصلا للمكان كمان، سيدنا الحسين والمنطقة الجمالية وكل المناطق دي اللي فيها عبق التاريخ. نعم. واللي محدش يقدر ينزل البلد دي مصر إلا ولازم يمر، لو ممرش هنا يبقى مزارش مصر. طب سؤال كده، قول انت اليوم اللي انت ما بتجيش فيه الحسين لأي سبب من الأسباب؟ ما أقدرش. ده أنا يوم أجازتي بخلص يومي بالنهار وأسحب راحتي واجي بالليل علشان أقابل ناسي وأقعد مع أصحابي لا المكان ما أقدرش أبعد عنه. أنت عارف طبعا علاقتنا بالمنطقة بتاعتنا دي، منطقة سيدنا الحسين والجمالية، عارف علاقتي بيها طبعا. عارف طبعا أنا بالنسبة لي الحسين هو أنت حبيبي. لا انا مولود في المنطقه دي، عشقي للمكان ان انا مولود في الجماليه، قدام اسم الجماليه. اللي ما يعرفش بقى ان في كتير من اهل المنطقه واللي عاشرناهم زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه، وكنا نشوف ادباء من طفوله رموز الادب على قهوه الفيشاوي
يعني من العمالقة يعني مثلا نجيب محفوظ وأنيس منصور والروايات بقى وجمالها واللي بتحكي عن المنطقة بتنقل الصورة الواقعية بتاعت المكان. وده لسه سؤال عايز أسأله لك. انت حسيت انك انت وانت مولود في المنطقة دي انك انت كنت شايف وشامم ريحة عالم نجيب محفوظ؟ وجودي ان انا انتمي للمكان ده فده شيء بيديني بيمنحني حالة من الفخر والتباهي لانه مكان ثري بكل ما فيه في بيحمل تاريخ فعلا تاريخ البلد. اما تقرا الروايات نجيب محفوظ المعبره الناقله بصوره واقعيه جدا عن المنطقه. كنت انت بتقرا بتحس انك فاكر حد من المنطقه شخصيه، شايف الشخصيات قدامي بتتحرك مجسده. يعني روح وجسد ماشي قدامي وانا بقرا الشخصيه، كل شخصيه بقراها في المكان ده انا شايفها بعيني وعارفها واتعاملت معاها. حين تفقد أهلك ووطنك وأنت صبي أو شاب ستبحث عنهما في ثقب الإبرة، ستجد لك أهلا آخرين ووطنا مؤقتا. وحين تفقدهما وأنت على مشارف الستين لا يتبقى لك سوى بائعات الحب، دون أن تشعر تكون جيشا منهن يصبحن وطنا احتياطيا يلاعبنك يهتممن بك كسائح أو واحد من الهنود الحمر، يغنين لك النشيد الوطني الذي يعوضك عن نشيدك الأصلي. مدينة القاهرة قالت لي أنا أعطيتك فرصتك والفرص لا تأتي في العمر مرتين وعليك أن تستغلها.